بيحصل ده؟ يا نهار ابيض، ده في بركان في الغابه، وانا هروح اعدي ازاي الناحيه التانيه؟ انا كنت رايح العب مع اصحابي، بس كده مش هعرف اروح العب مع اصحابي، انا لازم اروح اجري بسرعه. يا خبر يا خبر، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي جاي ده؟ البركان خلاص غرق الدنيا، انا كده ايه ده؟ النار هتحرقني. ايه ده؟ في خشب اهي، الحمد لله ربنا بعتها لي، انا هقف عليها لحد ما حد يجي يساعدني. الحقوني الحقوني يا اهل الغابه، الحقني يا بابا، الحقني يا اسد سيمبا، الحقوني، حد يجي ينقذني، حد يجي ينقذني، الحقوني. ازيك يا صغنن، يا حلو يا حلاوة، انا لقيت اكل النهاردة، تعالالي يا حلو علشان اكلك هم الهم. ايه ده ايه ده؟ قرش البحر، قرش البحر موجود جوه البركان، الحقوني الحقوني يا حيوانات، الحقني يا بابا سيمبا، الحقني يا ملك الغابة، حد ينقذني، القرش هياكلني. هو انت مفكر ان حد هيقدر يرمي نفسه في النار علشانك؟ حد يجي ينقذك من قلب البركان ويموت نفسه؟ ده انا هاكلك النهاردة وهيبقى اسد مشوي جميل. ايه ده يا خبر يا خبر، ايه ده؟ ده سيمبا ابن ملك الغابة جوه البركان، وكمان قرش البحر هياكله، ده انا لازم بسرعة اساعده واعمل اي حاجة. انا رايح يا سيمبا اناديلك باباك، رايح اعمل اي حاجة. ارجوك يا زازو بسرعة ساعدني، قرش البحر هياكلني، هياكلني مشوي ومتحمر. ما تخافش يا سيمبا، انا هروح وهجيلك بسرعة. انت اسد شقي صحيح، يلا يا حلو بقى تعالالي علشان انا جعان وعاوز اكلك دلوقتي، ما تغلبنيش كتير. يا ملك الغابة ايه يا ملك الغابة، الحق سيمبا ابنك بيغرق في البركان. ايه ده انت بتقول ايه يا زازو؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ والله البركان مغرق الغابة وكل الحيوانات عمالة تهرب، وسيمبا طلع له قرش البحر من جوه البركان وهياكله يا ملك الغابة. سيمبا سيمبا ابني في خطر، البركان البركان، الحيوانات كلها عمالة تهرب. حاسبوا يا حيوانات هتدوسوا عليا، انا لازم بسرعة اروح انقذ ابني من البركان. ابعد عني يا قرش البحر يا وحش انت، ابعد عني. هتروح مني فين يا سيمبا؟ انا وانت والبركان طويل. ما تقلقش يا سيمبا، انا جيت وهطفي البركان ده كله وهنقذك. ايه ده ايه ده سيمبا، انت جاي تنقذ ابنك؟ لا لا ما تطفيش البركان يا سيمبا، المية دي المية دي انا ما اقدرش استحمل ان انا اعيش برا البركان، سيبني يا سيمبا. مع السلامة يا قرش البحر، هتوحشنا كتير. الحمد لله يا سيمبا انقذتك في الوقت المناسب، القرش ده كان ناوي ياكلك. الحمد لله يا بابا، قرش بحر طالع من البركان، دي حاجة غريبة جدا يا بابا، عمري ما سمعت عنها، دي حاجة بتحصل في الغابة كل 100 سنة يا بابا. ومين اللي قالك يا سيمبا انها بتحصل كل 100 سنة؟ أنا قريت كده يا بابا في كتاب الأساطير بتاع الغابة، كان القرد الحكيم بيقرأ فيه. ده موضوع مهم جدا، أنا لازم أشوفه بعد ما نروح يا سيمبا، يلا بينا على البيت يا حبيبي. وإذا عجبكم الفيديو ده يا أصحابي ما تنسوش تعملنا لايك واشتراك في قناتنا تلخيصة بوم، وكمان تفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.